ولاد بلادي، على من غنتصوتوا دابا؟ ما تما ما تختار غي دياب الغابة، هذا فقيه ممسوخ لابس جلابة، هذا غليظ منفوخ زعيم الكدابة، هذا جبلي مقفح مبلي بطابة، هذا مرفح باغي يجمع الصابة، وهذا مسنح كان رئيس العصابة، هذا مكلخ ما كيعرفش حتى الكتابة، والعجنة راها باينة من دابا، عندك سيدي رئيس الحلابة، تابعو التاني ديالو من الغلابة، تابعو اللي كيعمل الصلابة، تابعو مول الشكارة جبد دابا، وهذا مطبق عند جميع الحزابة، ثم لائحة المرأة المصوابة، مرشوشة بالماء والشطابة، والنتيجة عجينة القرابة مدربة راجعة للمجلس قرادة. إيوا على من وليداتي غادي نصوتو؟ راحنا عينا من الفساد كان غوتو، قلنا يمكن هاد المجلس زيد فوتو، واللي وراه كفاس منو كيحنتو، وضف غير بنتو وولاد عمتو، والمستحق قنتو ترتقلو ريتو، ما نصوتوش ونجلسو نتصنتو، عينا نعرضو عينا نغوتو، حاكموه ابقى جالس في بلاصتو، ما قالوا لي سير بحالك يتصنتو، اللي ما جاش في خاطرو يقنتو، سير يهمهم ويعمر في شكارته، فضحوه ابقى زايد في عميته، وشكون غيحاسبه؟ هادي مدينته.